بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة تسلمين مناسبة العيد، وبحب أذكركم بمثابة إن أبوكم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كامل. هاي فقط تذكير انه في عليك دين، هو مش دين وانما يعني حسنات مضاعفة. طبعا حصة 202 بيكون الواحد جاي من تعب شديد، يعني حصة الصبح الساعة 9 للـ10 هندسة أعطيتها كامل، كنت بالكامل قواي، ثم ارتحت، ولكن الراحة كانت ليست مضبوطة لأنه قعدة الجامعة كأنهم يلعبوا في أعصابنا، أنه ما بتقدرش تخش على الموقع وبتقدر تخش على الموقع. فصرنا مع الطلاب نبعث رسائل أنه هل الموقع صالح ولا خربان. هاي مشكلة الأونلاين، مرة بتكون كويس وعشر بتكون نايم. وأخيرا ضبط الموقع أي ساعة بعد مرور الحصة بخمس دقائق، ما كنتش لسه يعني توني بعت الرسالة، فتوني بعت التعديل إنه لا في حصة، وأعطيت الحصة كاملة. فأنتوا ما شاء الله جاي الواحد مهدود حيله. فقط حطيت أسئلة هيك على أساس إنه ممكن أجيب زيها بالنهائي، شو اللي تحمله شو اللي ما تحملوش. أنت شفته بالامتحان الثاني بتسود الوجه، اشتقاق للأسف كنتم مش حافظينه، مشتقة السك معظمكم قال لي سكوتان. طب انا يا شو اسمه اللي بعيد عن العلم تاع 101 102 زمان ما درستها، السك سكتان مربوطين ببعض، الكوسك كوسكوتان، اللي فيها سي مشتقتها بالناقص، يعني الكوسك والكوتان والكوساين كلهم مشتقاتهم في ناقص ناقص ناقص. السنش والكش والتنش الأصليات كلهم موجبات، والفرعيات كله سالب. فالمفروض تلاقي لك طريقة اللي تحفظ القوانين. فاين ذا ماكلورن اكسبانشن اوف كذا كذا، بدل ما اقعد ادور على القانون والكذا وفاكتوريال وما فاكتوريال، لا عندي قانون بال مش اسمه بال 102 انه واحد على واحد ناقص ار، هاي مجموع متسلسله هندسيه. إذا بطلع الآر برا عامل مشترك، ضل واحد ناقص كذا، هذا كله بسميه آر، ومجموع واحد على واحد ناقص آر عبارة عن مجموع آر قوة أن، والآن من الصفر شريطة أنه مطلق الريشيو أقل من واحد. هاي بدون ما أشتغل على مين؟ على الريشيو تيست. وما الريشيو تيست؟ قانون المتسلسل الهندسية. بعد التبسيط بدخل أربعة جوا، بصير بالطريقة هاي X قوة I Y 2 I Z 3 I، وهاي شريطة أنها تكون إيش أقل من أربعة، يعني حط X زي ما بدك والY زي ما بدك والZ بدها تكون مشروطة بهاي أقل. افرض طلبت الكوفيشنت معامل بهالمفكوك X تكعيب Y 6 Z 9،
اي قديش بحط الاي؟ ثلاثة بتعطيهن ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص أربعة. إذا أربعة قوة ناقص أربعة، هاي المعامل بحسبها. افرض طلبت اكس قوة 10 زي قوة 10 زد قوة 10، بصير بدي المعامل هاي بالمفكوك، المفكوك هذا اللي فوق. متى بحصل على اكس قوة 10 واي قوة 10 زد قوة؟ بحط هاي 10 وهاي 10 وهاي 10، بطلع ما فيش حل للمعادلات. ما فيش حل معناته معاملها صفر زيرو. واضحة الطريقة شباب؟ طبعا هون بكون طلعت كل الحدود تحت مين؟ تحت الفونكشن هاي، كل الحدود مش الحد الأول والثاني والثالث والرابع وكذا، لا كل الحدود. أوجد قيمة التكامل اي قوة اكس ناقص 6 تربيع واي ناقص 8 تربيع زد ناقص 10 تربيع قوة 3 انصاب دي اكس دي واي دي زد على مين؟ على هذه المنطقة التي تمثل سطح، تمثل ايش؟ اللي جوات الكرة مركزها 6 8 10 ونص قطرها 10. يا ابني يا رب يحفظ، يا ابني بالباص تسلسل هاي المشكلة. بحكي رجان. لا عن حبي. أو وفي طيب. هاي ممكن أدبلج لك إياها. سؤال كتلة، كتلة، كتلة مين؟ كرة مركزها 6 8 10 ونص قطرة 10، والدنسيتي بتاعتها هاي، هي الدنسيتي، دنسيتي عادية، وقول لك احسب الكتلة. ممكن اقول لك حجم، بس لا والله كتلة احلى، كتلة احلى. حول للجاكوبيان بالأول، حول للجاكوبيان، يعني الإكس ناقص 6 سميها كابيتال إكس، واي ناقص 8 كابيتال واي، وزد ناقص 10 كابيتال زد، بصير إي قوة إكس تربيع زد، واي تربيع زد، زد تربيع قوة 3 أنصاب، والسطح الكرة هاي بصير مركزها نقطة الأصل. هاي أول خطوة. طيب ضرب الجاكوبيان في كذا كذا. هلا بطلع الجاكوبيان، بطلع عندك قديش؟ واحد واحد واحد، لينير كله لينير. اي طلعت الجاكوبي طلع واحد. اذا هلا بعد ما احول للمركز نقطة الاصل بستخدم سفيريكال. سفيريكال دغري ما راح يزبط معك، غلط. إذا بسوي تعديل محاور ثم سفيريكال. هلا على سفيريكال بدك تكون حافظ التوزيع. اكس شو بتساوي؟ واي تساوي كذا وزد. ولكن اكس تربيع واي تربيع وزد تربيع شو بتساوي؟ رو تربيع قوة ثلاث أنصاب، بصير اي قوة رو تكعيب ضرب الجاكوبيان من كارتيزيان لسفيريكال رو تربيع سان فاي. قانون هاي، قانون، عشان هيك ما اشتقتهاش.
في دي رو دي فاي دي ثيتا. هلا حدود التكامل بتاخذ شقحة بطيخة متجهة نحو الأوريجن وبجمع شقف البطيخ من رو تساوي زيرو لقديش لرو تساوي عشرة، لأنه هاي الدائرة نص قطرها ديش عشرة، هيا مش دائما تقول لي واحد، لا هاي عشرة. هلا ايقوى رو تكعيب في رو تربيع دي رو مشتقة الرو تكعيب ثلاثة رو تربيع، إذا بقسم على ثلاثة وبعوض سان فاي دي فاي من صفر لتسعين. الفاي خلي بالك اتذكر هي الزاوية بين محور الزدات الموجب مع مين؟ مع الشعاع اللي انت بتاخده. هاي الفاي هيك هيك اقصى حد لفاي معها من الصفر ل هيك 45، هيك فاي 90، هيك 120، اقصى حد لحد ال 180. اما الثيتا بتلففك هيك لفات كامله من 0 ل 2 باي، والجواب بيطلع معي ايش بالطريقه هاي. ممكن يكون سؤال موضوعي ساعتها، لو كان سؤال موضوعي واخترت الجواب بي، اذا ما بقول لي بقول لك شو all of your work بحط لك صفر حتى لو كان الجواب صح، لانه الجواب صح وانت مش حالل معناته صفر، ناقل الجواب ناقل الجواب ولا بقتنع. إذن لما أقول لك show all of your work معناته مع الإجابة الجدول، مع الجدول A B C D بدك تحط هذا الحل، واضح؟ سؤال ثاني بيقول لي أوجد قيمة A و B بحيث قيمة التكامل هذا تكون أكبر ما يمكن، أكبر عدد موجب يم صراحة. طيب طبعا تكامل الموجب موجب 101، طبعا هاي continuous، وين أصفر هاي؟ عند الناقص 4 و4، فبين ناقص 4 و4 الاقتران هذا دائما موجب وبالتالي التكامل موجب. إذا زلفت شوي إكس فوق الأربعة صارت هاي سالب، إذا قل قيمة المساحة. إذا زلفت الإكس ناقص 4 على اليسار برضه بيطلع هذا مالها سالبة، وبالتالي قيمة التكامل بده ياخذ الموجب وشوية سالب يعني راح ينقص. فأعلى قيمة هي لما تكون هاي من ناقص 4 ايش؟ إلى 4. طبعا كيف بدي اقتنع؟ سميها A و B هدول variable F of A B من A ل B، هيا صارت function of two variables بشتق حتى اطلع لجريدين صفر لكريتيكال شو اسمه بسموها stationary points. اشتق بالنسبه لل لايبنتس رول هيك، اشتق بارشلي بالنسبة للبي على برضو على لايبنس رول هيك. إذا جريدينت اف تساوي كذا اي زائد كذا جي، هيا هلا الكريتيكال بوينتس اوف اف بساوي المشتقات الثنتين اصفار، بيطلع عندك اي زائد ناقص 4 وبي ناقص 4 زائد ناقص 4، هدول الكريتيكال بوينتس. هاي هون does not exist ما في
وبالتالي الطريقة هاي تتفق مع الطريقة الأولانية. سؤال آخر، نأخذ حضور الغياب، اسمحوا لي. رقم 1 ولا بني ملحم. 2 محمد علاوي. 3 على 16 5 بيظهر. لابد اني شو اسمه اني احرم بعض الطلاب من هون لا قبل العيد، لا شو اسمه قبل النهاية. في بعض الطلاب بيجبروك انك ايش تحرمهم. اللي بيطنطن ما يطنطنش، اللي بتأخر الله لا يرده. 4 حاضر دكتور محمد حموري. 4 محمد حموري حاضر دكتور. 5 أحمد خطيب. 6 محروم. 7 موجود أحمد منير غازي المومني. 8 محمد ربابة. 9 9 هاي 16 5 10 أحمد محمد صالح إسماعيل. 11 12 هلا بتجيك بآخر الحصه تقول لك أنت يا أستاذ موجود بس النت ضعيف. هاي 16 5 ولا رجعت فيها. ثلاثة أماني مؤيد عربي حسن. 14 أيمن مصلح. 15 هاي 16 5 17 رؤى عبد الله. دكتور فشكت عن رقم 16. أنت 16 دعاء. دعاء العاصي. أوكي عارفك شفتك. 18 شفاء خالد غزالي. 19 هاي 16 20 أفنان عمرات. 21 أمل المومني. 22 22 هاي 16 5 23 طارق العسولي. 24 سعد النعواتي. 25 أحمد الشرمان. 26 26 هاي غياب. 27 27 هاي غياب. 28 يقين عوائشة. 29 عائشة الجمرة. 30 محمد مزيد. 31 رغد بدر. 32 32 هاي 16 5 33 33 34 بتون ياسين. 35 رومان عمورة. 36 ليث هنداوي. 37 شهد خال. 37 شهد خال. أوكي 38 عمر نمرات. 39 ميس عبد القادر. 40 40 ياسمين الطويل. 41 ياسمين الطويل.
42. ليش بطاينة موجود؟ 41؟ موجود دكتور، موجود، حكيت ليش بطاينة. وليش ما حكيت؟ خليت ياسمين تحكي عنك. لا أنا حكيت. أنت 40 يا ياسمين. الليث 41. حكيت دكتور الرئيس بطاينة 41. 42. فاطمة عموري بكل المساقات ما اجت. لسه معيدة. 43. 43. 44. أحمد طعاني. 45. 45. 16. 5. 46. 46. مأمون المبارك دكتور. والله فكرتك رحت على الجبهة يا مأمون. وين رحت عفوا؟ على الجبهة، على الجبهة. أي جبهة؟ التحقت مع الشبان. ليش بدي ألتحق؟ شو بعرفني؟ بجوز هيك ربنا هداك. طبعا شرمان منسحب خلاص، خلصوا. اسمع، نرجع لمادتنا. فزي ما قلت بده قيمة هذا التكامل على المنطقة اللي محصورة جوات الإليبسويد، جوات الإليبسويد، يعني جزء كتلة، يقول لك كتلة. طبعا الإليبسويد مركز ثقله بسيط، اللي 2 3 5 سنتر بتاعه، نقطة تماثل تشابه جميع المحاور. الاي تربيع 4، البي تربيع 10، والسي تربيع 10. كونه هاي من الدرجة الأولى، اكس رقم 1 قوة 1، الواي قوة 1، والزد قوة 1، وهاي ثابت. إذا بشتغل السؤال عمين على العزوم. وأنا قلت زي ما قلت ل 201، العزوم بقريها مش لله، لا، بده ياخذ امتحان الكفاءة. بعض الأحيان بحطوا لكم أسئلة على العزوم، هاي لما كنت أراقب الكفاءة. أنا كنت أراقب مرة، رقبتها مرة واحدة بجوز، فبطلع على الأسئلة والطلاب بيشتغلوا، وإلا سؤال عزوم، عزوم دقيقتين بتحل السؤال. بينما إذا بدك توعد تحل على جاكوبين أو على أبصر إيش، يعني بدها تأخذ منك إيش، ربع ساعة بالراحة، ما راح يطلع معك جواب. إذن على العزوم 2 إكس بار زائد 3 واي بار زائد 4 زد بار زائد 17، وكله في دي بي. تكامل الدي بي هو الفوليوم تعمين تحت تي، هاي القانون فوليوم تي. عوض عن اكس بار 2، الواي بار 3، والزد بار 5. قديش حجم الإليبسود؟ في له قانون. انا ما وفرت على العزوم عشان تقول لي لا طلع على القانون، لا، في قانون. أربع أسئلة تنسهوش، سوي ليش زي الامتحان الثاني، بجيب لك سؤال عن جاما فونكشن، بتروح تحل لي إياه على مادة الدكتور جرارحة. أنا شو بدي في سبيشال فونكشن؟ أنا بدي شغلات ترتكز على اللايبنس رول. أخذنا منهم الجاما والبيتا وال 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 والبيسل فونكشن وعلاقاتهم مع بعض.
فالقوانين رجاءً ابصمها بصم، لا تنسى 4-3، حالة خاصة من حجم الإليبسويد وحجم الكرة 4-3 باي آر تكعيب، ومشتقة حجم الكرة بعطيك مساحة سطحها. إذا كنت ناسي أفكرك، 4-3 باي آر تكعيب لما تشتقها بصير 4 باي آر تربيع مساحة سطح الكرة. ولو في إلى محيط لكان الجواب قديش؟ 8 باي آر مشتقة ثم المشتقة ثم المشتقة. هذا مش درسنا، هذا اللي بده يألف بيجتهد بالناحية هاي. فطلعنا سعر بسيطة الايه، قلنا هي شو اسمه 2، وهذيك جذر العشرة وهاي جذر العشرة، اضربهم على بعض بيطلع 4000 على 3 باي. ولما اعوض عن الباي ما بقول باي 180، لانه ممكن اخدعك، ممكن احط برا الباي 180 ومرة الباي 22/7 ومرة الباي على 3.14%. فشو بختار؟ ببعد عن الباي تساوي 180. غلط. الباي هي 3.14% أو 22/7، كلتاهما صح. يعني لو قلنا الباي 3 وشوي على 3 بيطلع شوية، تقريبا 4000 الجواب. سؤال 21 صفحة 1010 بقول لك احسب قيمة التكامل زد في جذر كذا دي اكس دي واي دي زد على تي، والتي هي المنطقة هاي، اكس بين كذا وكذا، الواي بين كذا وكذا، والزد بين كذا وكذا. ضروري اعرف كيف شكل التي. لاحظ كلهم الاكس فوق الصفر، الواي فوق الصفر، والزد فوق الصفر. اذا منطقة التي واقعة بالاوكتانت الاول، الثمن الاول، حيث ان الاكس موجبة والواي موجبة والزد موجبة. هاي اول نظرة وين تقع التي. هلا الاكس بين الصفر والكذا، اكس تساوي جذر 9 ناقص واي تربيع، بسطها بصير اكس تربيع زاد واي تربيع تساوي 9، اكس تربيع زاد واي تربيع تساوي 9، عبارة عن ايش؟ سلندر. سلندر زد تقع بين الصفر و 9 كذا كذا، برضو حلها بتطلع Z تربيع زاد X تربيع زاد Y تربيع تساوي 9، اللي هي كرة. كرة. والواي بين الصفر والثلاثة، هاي الواي بين الصفر والثلاثة، فبتطلع المنطقة اللي هون. دغري حولها على سفيريكال، زد قيمتها بسفريكال رو كوسان فاي، هاي بنحفظها، فش وقت اني اشتق، معنا سهلة. هاي كلها اسمها رو تربيع، تحت الجذر رو، هيا في الجاكوبيان من كارتيزيان لسفريكال هي رو تربيع سان فاي، قانون ما فيش داعي اني اشتقه، في دي رو دي فاي دي ثيتا، وبحط حدود الرو من 0 ل 3 والثيتا من 0 ل باي على 2 الفاي، والثيتا من 0 ل باي على 2، لانه عندي ايش فقط ثمن الاول من الكره. وبعد التبسيط بيطلع عندك ايش؟ هيك. طبعا تكامل ساين كوساين فاي، مشتقه الساين كوساين تطلع سان تربيع على 2، وبعوض.
والرو كم واحدة؟ اثنين ثلاثة أربعة، رو قوة أربعة تكاملة، رو خمسة على خمسة. Show that the vector field. سؤال 17 على صفحة 1079. M, I, Z, N, J, Z, كذا is solenoidal. Solenoidal. هاي مراجعة للمادة كلها معكم. بدك تعرف شو معنى solenoidal. شو تعريف solenoidal؟ خلينا نختار طالب من الطلاب. هاي أحمد المؤمني. شو تعريف solenoidal أحمد المؤمني؟ أمل المؤمني، شو تعريف solenoidal؟ هاي مرت معنا. ما شاء الله المايك، المايك كله مسكر تاع الطلاب. فسولينويدال تعريفها انه الدف للفيكتور فيلد يساوي زيرو. هاي سولينويدال. فبطلع الدف، شو الدف بيساوي؟ دل دوت اف. هاي الدل وهي الاف. دوت برودكت الاي مع الاي، اذا بيطلع بدي اطلع دي ام على دي اكس. الجي مع الجي يعني دي ان على دي واي، وكي مع الكي دي بي على دي زد. هاي الدف. فاذا كان هذا الجواب صفر سمي سولينويدال. وكون دوت إذا جواب سكيلر، يعني لا في اي ولا جي ولا كي. هذا من طالب عزيز علي بغزة، بس ما بقدر خلال الحصة أجاوبه. طيب دي ام على دي اكس اشتق بالنسبة للاكس، هاي تطلع اثنين لأنه بارتشلي. بعدين الثانية اشتق بالنسبة للواي تطلع أربعة، هيا. والأخرانية اشتق بالنسبة للزد تطلع ناقص ستة. اجمعهم لبعض بيطلع الجواب قد ايه؟ زيرو دائما. وبالتالي سولينويدال. اذا تعريف السولينويدال انه الدف للفيكتور فيلد يساوي زيرو. وهي سؤال بسيط، بسيط جدا. بس لو ما عرفت تعريف الدف شو اسمه السولينويدال راح السؤال كله علي. السؤال الثاني، هاي خلصنا من السولينويدال. 19 على 1079 من كتابكم. شو ذا فيكتور فيلد از اور روتيشنال. هاي اصطلاح جديد، هذا مش جديد، اعطيتك اياه. روتيشنال يعني الكيرل بتاعه يساوي زيرو. الكيرل هو دل كروس. هاي الاي جي كي لانه في كروس، الجواب فيكتور. الدل عباره عن دي عدي اكس، دي عدي واي، دي عدي زد، هاي عناصرها. البي عناصرها شو؟ اكس اي، هاي اكس اي، واي جي، وناقص اثنين. انا غلطان هون، ناقص اثنين زد. هاي زبطوها يا شباب، ناقص اثنين زد كي. هاي بنيجي نشتغل اي
شوفي معها مشتقة بالنسبة للواي ناقص 2 زد لي صفر ناقص مشتقة هاي بالنسبة للواي برضه صفر إذا الجواب صفر هون حتى مع التصويت مع ناقص 2 زد ناقص جي انسى أمر الجي هذا العمود هذا شو بصير عندي مشتقة بالنسبة للإكس ناقص 2 زد صفر ومشتقة هاي برضه صفر هي. والكي هاي كي مشتقة بالنسبة للإكس للواي صفر ومشتقة الواي بالنسبة للواي للإكس صفر هاي صفر والجواب كله على بعض زيرو فيكتور كون الكير دائما صفر إذا فهي الروتيشنال واضح هاي بالنسبة للروتيشنال وهديك للإيش للسولينويدال طيب سؤال 31 على 1079 هاي عندي فانكشن عادية بقول لي أثبت إنها هارمونيك ها تقول لي إيش والله أخذنا عند الدكتور فلان الفلاني لا هارمونيك لل 202 شو تعريف الهارمونيك إنه لابلاس بتاعها يساوي صفر شو لابلاس يعني يعني دي 2 اف على دي اكس تربيع المشتقه الثانيه على واي تربيع والمشتقه الثانيه على زد تربيع مجموع هذول دائما صفار هاي حسب القوانين فبطلع دي اف على دي اكس اشتق بالنسبه للاكس 2 اكس 0 0 واي 2 زد وهاي 0 هيا اشتقها مرة أخرى دي 2 اف على دي اكس تربيع بيطلع جواب 2 فقط نفس الشيء بالنسبة للواي مرة ثانية ونفس الشيء بالنسبة للزد ومرة ثانية هيا هلا اجمع هدول الثلاثة اجمعهم 2 و 4 6 وناقص 6 0 دائما دائما وبالتالي it is ايش هارمونيك اذا بالحصة هاي حبيت اذكركم ببعض التعريف طيب رديت على الرسالة أوكي سؤال خارجي find the surface area يعني السؤال على surface area لاحظ عمالي بنوع بالأسئلة مرة surface area مرة حجم مرة mass مرة 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 of the frustum of the cone frustum مخروط ناقص Z تساوي كذا كذا with minimum and maximum radii R1 and R2 respectively هاي عندي مخروط ناقص نص قطر الواطي R1 ونص قطر الكبير R2 هاي المخروط بده مساحة سطح الجانبي قديش على القانون دي اس شو بتساوي؟ جذر تربيعي واحد زائد دي زد على دي اكس تربيع زائد دي زد على دي واي تربيع في دي اكس دي واي بس لازم الزد توضع بدلة اكس واي يعني ما بقدر اشتغلها
بعلاقة مخربطة بين إكس واي وزد. طيب اشتق بالنسبة للإكس تطلع هيك، بالنسبة للواي تطلع هيك. مشتقة الجذر واحد على اثنين الجذر، بس مشتقة الإكس تربيع بالنسبة للإكس اثنين إكس، فاثنين مع اثنين بتروح بضل هيك. هلا ربع هاي ربع هاي واجمع مع الواحد بصير هيك. طبعا طلع الاكس تربيع عامل مشترك هاي وهاي بضل ايه. طبعا في غلط عندي هون، من هاي بطلع الاكس تربيع عامل اشتراك بضل A زائد واحد، من هاي بطلع الواي تربيع عامل اشتراك بضل A تربيع زائد واحد. على فكرة هاي A تربيع، في غلطة عندي، أنا توقعت إنه في غلطة. هاي A تربيع وليست X A A بس. فبجمع الحدود X تربيع مع بعض بضل A تربيع زائد واحد، وبجمع الواي تربيع مع بعض بضل A تربيع زائد واحد. وبالاخير بطلع ال A تربيع زائد واحد عامل مشترك بضل X تربيع زائد Y تربيع في البسط مع X تربيع زائد Y تربيع في المقام. بقدر اشطبهم لانه شغلي وين هون، ما فيش فيه X صفر و Y صفر. على السطح ما في X صفر و Y صفر، ال X صفر و Y صفر وين؟ جوا. وانا شو بدي فيه؟ بدي سيرفس انتيرال. طيب وبختصر بطلع الجواب بالطريقة هاي، S تساوي كامل بصير A تربيع زائد DA، والDA هي إيش؟ مساحة البروجكشن نزله من هون للأرضية، بصير عندي هاي الأوميجا منطقة التكامل. إذا هاي مساحة إيش؟ الجانبية للفرسترم كون. طبعا حالة خاصة، إذا الR1 صفر بصير مخروط كامل، مساحته جذر A تربيع زائد واحد في باي R تربيع، هاي المساحة الجانبية للمخروط الكامل. وأخيرا سؤال بده تكامل DX DY على أوميجا، والأوميجا هي المثلث هاي، هاي المثلث طبعا بالامتحان بعطيك اياها. اوميجا از ذا تريانجولر ريجن وذ فيرتسيز بي كذا كذا سي كذا كذا واي كذا كذا، وانت الرسم عليك. تعطيني اياها بدون رسمه بحط لك صفر، بحط لك صفر. بدي اعرف اي طريقه بدك تشتغل. في عندي طرق بلاوي، على السنترول طريقه، على البطيخ طريقه، على دي اكس ودي واي طريقه، دي واي دي اكس طريقه. فيجب انك ترسم، حتى لو ما قلت ترسم، حتى لو ما قلت ترسم لازم ترسم. الرسم ضروري جدا للحل. طيب هون انا حلي على ايش؟ على العزوم. حطيت لك اكس بار واي بار، لا سيما هاي خطيه وهاي خطيه وهاي خطيه، كله خطي. والأوميجا ما شاء الله مثلث، مركز الثقل هي تلاقي المستقيمات المتوسطة، وهي مجموع الرؤوس على ثلاثة، يعني طلعتها X بار Y بار مجموع الرؤوس خمسة ستة. المساحة بطلع المتجه CACB كروس برودكت بطلع هاي نص الماجنتيود لهاي 15.96 نصها 45، هاي المساحة. وقلت لك في طريقة ثانية، بطلع اللي تحت هاي مع اللي تحت هاي مع اللي تحت هاي، بجمع هاي وهاي وبطرح من هاي. طيب وبحلها بتطلع الجواب 33 في 45.
By Papa's theorem, find the centroid of a plate having the shape of a quarter of a circular region of radius A. يعني عندك ربع دائرة. مش دائرة دائرة. لا منطقة دائرية. Region. لو أقول لك ربع دائرة فقط المحيط. فقط المحيط. بس بقول لي circular region. هاي الشكل. بدي أطلع مركز ثقله. أول نقطة. في عندي خط تماثل. في X تساوي Y هي الخط بالنص بقسمها لمنطقتين متطابقتين إذن مركز الثقل يقع على خط التماثل يعني X بار تساوي Y بار هي أول خطوة هلأ بقول لي باي بابس إذن خليني أدور هاي حول محور السينات أو محور الصادات تفرقش حول محور السينات ربع دائرة لما تدورها شو بتعطيك بعطيك حجم نص كرة هاي النص وهاي الكرة 4 3 باي ايه تكعيب تساوي مساحة المنطقة اللي بتلف اللي هي ربع دائرة باي ايه تربيع على 4 فيه المسافة التي يمشيها مركز الثقل نتيجة الدوران اللي هي 2 باي في بعد مركز الثقل عن محور الدوران اللي هي واي بار أيها ومنها الواي بار بتطلع قديش 2 اي على 3 باي طبعا أنا قلت قبل شوي اكس بار سوى واي بار فهي نعرفت وين إحداثية مركز الثقل سؤال آخر evaluate التكامل هذا يعني سبيكة الدنسيتي بتاعتها مطلق XY سبيكة دائرية قديش الماس بتاعها طبعا XY اللي خاضع على المطلق موجبة أو سالبة اكس واي موجب وين في الربع الاول والثالث واكس واي سالب في الربع الثاني والرابع اذا لازم اقسم الدائره لاربع مناطق الاولى الثانيه الثالثه الرابعه طيب في الاولى مطلق الاكس واي تساوي اكس واي في الثانيه مطلق اكس واي تساوي ناقص اكس واي الثالثة مطلق اكس واي و اكس واي والرابعة مطلق اكس واي تساوي ناقص اكس واي وكمل يا طالب كمل يا طالب طبعا بدك تحط حدود التكامل من الى هون اكس تتغير على اوميجا 1 من صفر الى معادلة الدائرة اللي هي جذر اي تربيع ناقص واي تربيع بعدين اللمنة هاي الطويل بده يمشي من فين لفين من واي صفر حتى واي تساوي ايه هيا هاي اول واحده طبعا بتروح بالدار وبتطلع قيمه التكامل هاي بالمناسبه مهم جدا انه لا ما بزبط لها العزوم هاي ما بزبط لها العزوم لانه الاكس قوته واحد والواي قوته واحد وضرب صار قوتهم اثنين يعني مو خطية لو قلت لي 2 اكس بمشي لك اياه 3 واي بمشي لك اياه اما اكس ضرب واي لا واضح شباب مهم جدا هاي الشغلات هاي فرجاء تكمل الطالب للاخير A circular plate is placed in the plane with equation كذا كذا دائرة منطقة لجوات الدائرة if the density is given by مطلق x زائد y جرام للسنتي مربع find its mass الماس طبعا يساوي لمدة dx dy وساوي مطلق كذا في dx dy
طبعا البليت وين موجودة؟ عزت تساوي صفر. بعض الطلاب يقول لك على القانون، طيب يا اخوي طبق القانون. دي زد عدي اكس صفر ودي زد عدي واي صفر، بظل الدي اس هي نفسها دي اكس دي واي. طيب هاي خطية بس مقيدة بالمطلق، مقيدة بالمطلق ما بقدر، يعني حتى بمية واحد ما بقدر أكامل وفي مطلق. يجب أنك تتخلص من المطلق أولا. طيب X زائد Y متى بيساوي صفر؟ على الخط هذا X زائد Y تساوي صفر، Y تساوي ناقص X. هيا إذن تقسم إلى منطقتين جاما 1 وجاما 2، هاي جاما 1 وهاي جاما 2. في الجاما 1 X زائد Y كبيرة يعني موجبة، فالمطلق بتاعها نفسها. هون الـ X زائد Y سالبة فمطلقها يساوي ناقص نفسها. هاي هلا بدي أعوض. لاحظ هون العزوم بزبط بزبط، ولكن شو اللي ما بزبط؟ اللي ما بزبط انه اوميجا 1 مش دائرة، نص دائرة بس عوجة عوجة. مركز الثقل يقع وين؟ على خط النص هيك، هذا خط هيك على خط اكس واي، بس ما بقدر اطلعه بالضبط. بقدر اطلعه بالضبط بمعية مين؟ معية هاي. وين راحت هي؟ هيا هيا 2 ايه على 3 باي، بس هاي لما تكون عدلة مش مايلة زي هذيك. المهم بتكمل الحل حضرتك، الاكس تتغير من ناقص واي الى جذر كذا كذا، وبتكمل السؤال. فيما تبقى من الوقت بحب انبه الجميع انه في شغلات ب 102 يجب انك تحفظها. ما تقول لي والله ايه الامتحان اونلاين بتطلع من الكتاب، طلع من الكتاب. وبالمناسبة بتروح نص وقت الامتحان وانت تتطلع وتنبش. Find the Maclaurin expansion of sine بلا 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 بلا. هلا هاي اذا ما بدي اشتغل على قانون تاع 202 بحاول استعين بما تعلمته ب 202 102. شو مفكوك الساين؟ اي مفكوك الساين أخذنا، والمتطلب السابق ل 202 هي 201، والمتطلب السابق 201 هي 202، يعني مطلوبة منك ناقص واحد قوة أن زد قوة فردي على فردي فكتوريال، والآن تبدأ من صفر. السنش بتروح هاي هاي بس بتروح. الكوساين زد هاي بتضلها، بس الزد شو بصير؟ قوة زوجي على زوجي فكتوريال. أنا بالطريقة هاي حفظتهم، ما بحفظ بصم لا. هلا محل الزد طالما بقول لي valid for all زد، يعني converge for all زد الصين هاي. فحط محل الزد 2xy تكعيب، محل الزد 2xy تكعيب، فكفكها بصير valid for all xy. هذا السؤال اظن اعطيتكم اياه او 201 ما بدري. 2x زائد 4 دي اي على اوميجا، والاوميجا عباره عن منطقه دائره نص دائره. هيا مركزها 8 0 ونص القطر 2 سيمي سيركولر ريجن، بده هالتكامل هاي. فلاحظ هاي مغريه من الدرجه الاولى خطيه،
إذن على العزوم، على العزوم المشكلة لو كان فيها واي ساعتها بدي واي بار، وأنا مش عارف الواي بار وبديش أضيع وقت في الواي بار، هو مش طالبها فما بجيبها، شو بدي فيها؟ الإكس بار مركز ثقل الصفيحة هاي يقع على خط التماثل اللي هو بالنص هذا اللي جاي بالسنتر هيك، فالإكس بار تساوي قد ايه؟ 8، لو كانت هون 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 8 دائما، في 2 في 16 و4 20 الاريا نص دائره نون قاف تربيع طا على 2، والجواب 40 باي. لاحظ بعض الحالات ما في داعي تطلع سنترود كامل، بعض الحالات بكفيك الاكس بار بتاعتها، بعض الحالات بكفيك الواي بار. هاي الحل الطويل، يعني حلها بطريقة ثانية، بتحط اكس كابيتال اكس ناقص 8 واي كابيتال سو واي، ثم بتحول للبولر، يعني اصلا بس اشوف الجذر بصيبني اشمئزاز، الجذر بتتورط فيه كثير. اما حدود الاكس فهي من 6 الى 10، هاي الحدود صحيحة، يعني اذا حليتها بطريقة ثانية وما طلعش الحدود هيك في غلط. ونراكم على خير وسلام الحصة القادمة. على فكرة بالنسبة للامتحان النهائي كما تفرضه الجامعة بنفس اليوم، أما الساعة ممكن أنا أغيرها، فالامتحان في نفس يوم اللي بتقرره الجامعة، فأي واحد بيضرب اليوم الامتحان يخبرني. سلام.